دلوقتي. مرحبا، هنبدأ الجلسة الثالثة من المؤتمر. الجلسة الثالثة بعنوان المرونة أو الانهيار التكيف التنظيمي لحركات الإسلام السياسي. في مرحلة الثورات العربية حركات الإسلام السياسي قامت بتغييرات تنظيمية. التغييرات التنظيمية كانت بفعل تأثير في جزء منها بسبب قمع تعرضت له في بعض البلدان، في بلدان أخرى تعرضت لمحاولات تحييد، في بلدان أخرى أيضا تعرضت لمحاولات دمج. نتجت عن هذه الممارسات تغييرات تنظيمية قامت بها حركات الإسلام السياسي، كان منها تغيرات هيكلية وكان منها تغيرات غير هيكلية. الثلاث التغيرات التنظيمية أو فلنقل إعادة الهيكلة اللي تمت كانت في ثلاث صور. الصورة الأولى كانت فصل الدعوي عن السياسي. التغير الثاني كان انفصال حركات الإسلام السياسي خاصة تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين عن التنظيمات الدولية أو الإطار الدولي أو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وثالث تغير كان العسكرة. وفي هذه يعني في هذه الجلسة هنتناول ثلاث تغييرات دي: فصل الدعوي عن السياسي، انفصال حركات الإسلام السياسي عن أطرها الدولية، وتعسكر بعضها أو زيادة تعسكرها. معنا الدكتور خليل العناني. دكتور هيقدم رؤية كلية لتحولات الإسلام السياسي في الإقليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهيركز تحديدا على ظاهرة فصل الدعوي عن السياسي وظاهرة العسكرة. تفضل يا دكتور. شكرا أستاذ تامر، والشكر موصول لمنتدى الشرق ولكل القائمين عليه لتنظيم هذه الجلسة المهمة. كما ذكر الأستاذ تامر، سأتحدث على سياقات التكيف التنظيمي للحركات الإسلامية، يعني سأحاول أن أقوم بعملية ما يطلق عليه زومينج أوت، يعني الخروج من التفاصيل الخاصة بكل حركة للنظر في بعض القواسم المشتركة التي ربما يعني صبغت هذه التحولات أو محاولة التكيف من هذه التنظيمات. وأبدأ بالتفرقة بين ثلاث سياقات حكمت عمليات التكيف التنظيمي للحركات الإسلامية من شرق العالم العربي إلى غربه. السياق الأول هو السياق الذي يمكن أن نسميه السياق الانتقالي سلاش الإصلاحي سلاش الإدماجي، سأتحدث عن كل سياق بالتفصيل. السياق الثاني والسياق القمعي سلاش الإقصائي سلاش السلطوي، والسياق الثالث هو السياق الصراعي سلاش أو سياق الحرب الأهلية. فيما يتعلق بالسياق الأول، يمكن أن نلاحظ أن هناك علاقة ما بين نسبة الانفتاح السياسي، دمج الحركات الإسلامية، الانتقال في المجتمع والدولة من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، وتأثيره على الأفكار والإيديولوجيات والتنظيمات والبنية التنظيمية للحركات الإسلامية. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الحالة التونسية، نجد هناك دور مهم لعبته التجربة الديمقراطية في تونس والانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن انتقالا مكتملا حتى الآن أو ما يطلق عليه consolidated democracy، إلا أنه يظل يعطي مساحة جيدة لحركة النهضة، وأعطى مساحة لحركة النهضة كي تعيد النظر في بعض القضايا المهمة المركزية التي لم تكن مطروحة على طاولة هذه الحركة قبل الربيع العربي، وأخص بالذكر قضية الفصل أو قد يكون أكثر دقة التمييز بين الدعوة السياسي. بلا شك كانت هناك محاولات واجتهادات فقهية وفكرية قام بها الشيخ رجل غنوشي منذ يعني إسهاماته الأولى في الثمانينات، خاصة كتابه الشهير أو الأشهر
الحريات العامة في الإسلام، مرورا بموقفه من المرأة ومن الآخر من الأقليات. كل هذه المحاولات والاجتهادات الفكرية ساهمت في ترسيخ وتكريس فكرة الفصل بين الدعوي أو التمييز أيضا كي يكون أكثر دقة بين الدعوي والسياسي، ويبدو أنه تلاقى نوعا ما مع السياق الأشمل في تونس. يعني إذا كان هناك سياق إلى حد بعيد إدماجي وليس إقصائي، سياق إلى حد بعيد سلمي وليس صراعي، يدفع أو دفع الحركة الإسلامية حركة النهضة في تونس كي تأخذ خطوة للأمام وتقوم في مؤتمرها العاشر قبل حوالي عام ونصف بترسيخ وتكريس التمييز الذي كان موجودا بشكل فكري وبشكل ثيولوجي وأصبح إلى حد بعيد بشكل تنظيمي. أيضا نوعا ما يمكن الحديث في هذا الإطار على الحالة المغربية. نحن إزاء سياق إصلاحي في المغرب ساهم منذ أواخر التسعينات وخاصة عام 98 بالتمييز بين حركة التوحيد والإصلاح من جهة والعدالة والتنمية من جهة أخرى، واستمر التمييز منذ ذلك الوقت وحتى الآن. لا يمكن على الإطلاق أن نفصل السياق السياسي الأوسع عن عملية التمييز التي قامت بها أو التي يعني قام بها الإسلاميون في المغرب. الحالة التي يمكن أيضا أن تثير الاهتمام حالة الجزائر على سبيل المثال. حالة الجزائر نحن إذا منذ ميثاق العفو والمصالحة أواخر التسعينات نحن إذا عملية إدماج تدريجي للحركة الإسلامية المعتدلة أو التي تعتبر فرع جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر باتجاه الدمج داخل منظومة العمل السياسي، وبالتالي شهدنا نوعا من التقدم باتجاه الانتقال من جماعة دعوية دينية محضة إلى حزب لم يكن أحزاب سياسية تمارس العمل السياسي، تشارك في الحكومة وتقوم بدور مهم جدا في ما يتعلق بالعملية السياسية بشكل عام. هذه السياقات أو هذا السياق الإصلاح الانتقالي الإدماجي لعب دورا مهما في تطوير الأطروحات الفقهية والفكرية للحركات الإسلامية كل في بلده، بالانتقال إلى الترسيخ التنظيمي أو يعني نقل الأفكار والأطروحات النظرية إلى الواقع من خلال عملية التمييز بين الدعوي وبين السياسي. إذا نظرنا للسياق الآخر والسياق القمعي أو السياق الإقصائي أو السياق السلطوي نجد أنه يعني عملية دفع الحركات الإسلامية باتجاه تبني أطروحات متقدمة سواء فيما يتعلق بالأطروحات الفكرية والفقهية أو فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الأطر التنظيمية خاصة فيما يتعلق بالدعوة السياسي، هناك يعني واضح مشكلة كبيرة، وخص بالذكر هنا حالتين رئيسيتين، الحالة المصرية والحالة الأردنية. يعني إذا نظرنا على سبيل المثال في حالة الإخوان المسلمين في مصر ليس فقط بعد الثورة، وهذه نقطة مهمة أود أن أؤكد عليها، لأن الحديث منذ الصباح يتحدث عن يعني أو هناك شبه يعني انطباع ضمني في جلسة الصباح أو في الجلسة التي سبقت هذه الجلسة والتي سبقتها بأن نحن نتحدث عن شيء أو عن قطيعة داخل الحركات الإسلامية ما بين ما قبل الربيع العربي وما بعد الربيع العربي، وكأننا نتحدث عن شيء مختلفين، وهذا غير صحيح. نحن نتحدث عن حركات فوجئت أو واجهت واقع سياسي متغير، واقع كليم متغير، ولكنها لم تكن بهضم هذا التغير بشكل كامل، وبالتالي نحن إذا كونتينوينتي أو استمرارية وليس بدورة قطيعة مع مرحلة ما قبل الربيع العربي. لكن نعود لمسألة السياق وتأثيره على فكرة تطوير الأفكار داخل الحركات الإسلامية. الحالة المصرية حالة واضحة. إذا نظرنا حتى الإخوان المسلمين على سبيل المثال منذ الثمانينات وحتى 2011 نحن إذا تطور فكري وفقهي يأخذ أوقات يعني أمتار وكيلومترات للأمام وأحيانا يأخذ خطوات للخلف. يعني على سبيل المثال أذكر شيء من التفصيل، موقف الإخوان المسلمين من الحزبية على سبيل المثال، موقف الإخوان المسلمين من المرأة من الأقباط، هناك وثائق تم إصدارها منذ أول الثمانينات ثم تم التأكيد عليها في أول التسعينات حول على سبيل المثال الحقوق السياسية للمرأة، الحقوق السياسية للأقباط. طبعا لم يصل الحد إلى السماح بأن يتولى قبطي أو غير مسلم السلطة أو أن تتولى امرأة السلطة، ولكن على الأقل هذه نقلة نوعية منذ أدبيات حسن البنا. مثلا الموقف من الحزبية الإخوان المسلمون، هناك موقف لحسن البنا معروف من الحزبية باعتبارها علامة على فرقة الأمة. طبعا إذا وضعنا كلام حسن البنا في سياقه التاريخي مفهوم متفهم، نحن إذا مرحلة كانت فيها أحزاب تابعة للقصر
أحزاب تابعة للاحتلال البريطاني، أحزاب تابعة للشعب أو المجتمع، وبالتالي كانت نظرة البنا للأحزاب نظرة إلى حد بعيد نظرة متشككة، فكان مفهوم أنه هذه الأحزاب مدعاة للفرقة، لكنه سياسيا هذا يعني فهم من الباحثين أنه موقف مضاد للتعديلات الحزبية. هذا الموقف تم تغييره بشكل جذري أول الثمانينات عندما دخل الإخوان المسلمين مرة أخرى للحياة السياسية واعترفوا بالحزبية ودخلوا في تحالفات حزبية مع حزب الوفد طارة ومع حزب العمل والأحرار طارة أخرى، ثم في مراحل ما قبل الثورة دخلوا في تحالفات حزبية مع الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاءة وما إلى ذلك، حتى إلى حد ما بعد الثورة وقبل الوصول إلى السلطة كان هناك تحالفات أو على الأقل حوارات ونقاشات ما بين الإخوان المسلمين وبين بعض القوى العلمانية وبعض القوى اليسارية. المشكلة الرئيسية للأسف الشديد أنه على عكس ما كنا متوقعين نحن كباحثين أن يساهم الانفتاح السياسي في مصر بعد الثورة في دفع الإخوان المسلمين باتجاه أفكار أكثر تقدمية، حصل العكس. يعني في الحالة المغربية، في الحالة التونسية، في الحالة الجزائرية، السياق الانفتاحي الإدماجي ساهم لحد بعيد في دفع هذه الحركات باتجاه نقلة نوعية في أفكارهم في تنظيماتهم. العكس حصل في مصر، شهدنا نوع من النقوص، نوع من التراجع، نوع من يعني خطأ في اختيار التحالفات، تحالف مع القوى السلفية، عدم إعادة النظر في اللائحة الحاكمة لإخوان المسلمين خاصة العلاقة بين مجلس الشورى العام وبين مكتب الإرشاد. شهدنا عملية حتى إنشاء الحزب، حزب العدالة والعدالة، لم تتم بشكل منهجي مفكر فيه، تم من خلال نقل كامل لبعض البنية التنظيمية في الجماعة إلى الحزب، مما أثر لحد بعيد على مسيرة الحزب بعد ذلك. السياق الآخر أو الأخير هو السياق الصراعي أو السياق المتعلق بالحرب الأهلية. يعني كما ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج في الصباح أنه مسألة عسكرة الثورة، يعني من كان يتخيل أن جماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت حتى على الأقل منتصف السبعينات تقدم مطروحات فكرية تتجاوز جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن تحمل السلاح، وبالتالي حمل السلاح والدخول في مواجهة مع النظام في مرحلة بعد الثورة جزء رئيسي منه السياق، وكان يتم استخدام مسألة السلاح باعتباري من نوع من الابتزاز الإيديولوجي أو الابتزاز السياسي، بمعنى أنتم كإخوان مسلمين يجب أن تدفعوا يعني تدفعوا ثمن للتغيير، يجب أن تحملوا السلاح وإلا سيسبقكم في مسألة الشرعية شرعية السلاح آخرون. ما كان يتخيل على سبيل المثال أن التجمع العالمي للإصلاح يحمل السلاح، التجمع العالمي للإصلاح والتجمع الحيدي بعيد سلمي، لكن هو حمل السلاح بعد انقلاب الحوثيين ولا زال حتى الآن يدافع على بعض المناطق من خلال السلاح. وبالتالي السياق مهم جدا، وأنا هنا أؤكد على الكلمة اللي قالها الدكتور محمد عفان في الصباح أن افتراض أن الحركات الإسلامية تسير باتجاه حاختم مع هذه النقطة تسير باتجاه واحد فقط أنها حركات معتدلة على طول الخط أو عنيفة على طول الخط، هذا افتراض خاطئ. الحركات الإسلامية هي حركات متغيرة، هناك تفاعلات داخلية، دينامات داخلية تدفع بالتغير. الوضع توقف على السياق أو الظرف السياسي، واختم مع هذه الملاحظة وشكرا جزيلا. تمام، شكرا جزيلا دكتور خليل العناني. احنا نكمل من السياق الأخير اللي اتكلم عنه الدكتور والسياق الصراعي، عسكرة الثورة وكيف يؤدي القمع إلى فكرة عسكرة التنظيمات وعسكرة الإسلام السياسي. معنا هيتكلم الدكتور عمر عاشور. دكتور عمر هيتكلم بشكل مجمل أو ماكرو عن عسكرة الإسلام السياسي في الشرق الأوسط. تفضل دكتور. شكرا جزيلا أستاذ تامر، وشكر موصول للمنتدى الشرق على الدعوة الكريمة. أنا بشكل سريع أعمل زي overview على أربع نقاط رئيسية. نقطة متعلقة بمسألة تصنيف الحركات الإسلام السياسي فيما يخص مواقفها تجاه العمل المسلح قبل الثورات العربية، ثم أتكلم بعض الشيء عن التحولات التي حدثت فيما يخص هذه المواقف أيضا قبل التحولات قبل الثورات، ثم أثر الربيع العربي وما بعده على هذه المواقف. فأبدأ سريعا بما قبل الربيع. فكان لدينا يمكن أن نصنف التيارات والحركات الإسلامية على أربع أنواع فيما يخص المواقف تجاه الحراك المسلح أو العمل المسلح. نجد يعني طار الإخوان بتشكيلاته المختلفة، ونجد يعني موقف متبنى منذ
69 حتى 73 متعلق بتحريم المواجهة المسلحة فيما يخص الأنظمة المحلية وتمجيد المقاومة المسلحة فيما يخص الاستعمار والغزو الخارجي، ولكن تحريمها فيما يخص المواجهة مع أنظمة محلية حتى لو كانت مستبدة. وكانت هناك إشكالية يعني خاصة هنا كنت فرع مثلا يقاوم الاحتلال الإسرائيلي من ناحية وفرع آخر يتعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق من ناحية أخرى، فكانت حتى هذه لم تحسم يعني بشكل واضح يعني. وكان لدينا أيضا وإشكالية ومسألة الحسم هذه فيما يخص السلوك والأيديولوجية والتنظيم كانت متعلقة بالأساس بالحالة المصرية ما بعد منتصف السبعينات لنقل. الحالات الأخرى كان الوضع مختلف، يعني أنا ربما أختلف بعض الشيء مع تقدير الصديق العزيز وزميلي دكتور خليل، لكن الحالة السورية في السبعينيات وفي أواخر الستينيات ربما يعني كان مسألة السلاح كانت مسألة يعني موجودة سائدة وكان لها إطارها، ونفس الشيء في الحالة اليمنية يعني المشاركة في حرب الوحدة بين أقواس في 94 كانت متواجدة، فلم تحسم في الحالة السورية في حالات التنظيمات الإسلامية الموالية للإخوان أو القريبة من الإخوان خارج مصر. لكن كانت هناك فروع أخرى، الحالة الجزائرية والحالة الأردنية لم تحمل هذا. ربما الحالة الجزائرية يعني كان هناك تأييد يعني انقلاب عسكري في 92 في يناير 92 كان هناك تأييد لي، لكن لم يكن يعني منخرطين بشكل مباشر في هذا النوع من العمل المسلح. يعني كان هناك طيار آخر أستطيع أن تقول هو أيضا قريب من الطيارات الإخوانية ويمكن أن يسمى بطيار السلاح الدفاعي إلى حد ما، وهي طيارات بالأساس كانت تنخرط في نقل السياسة الحزبية المؤسساتية الحزبية الدستورية سلمية إلى حد كبير، ثم حدث حادث واضطرت اضطرارا لحمل السلاح، وكان لم تكن هناك استراتيجية مسلحة حقيقة، لكن كانت هناك لحظة وقتية وتم الاضطرار رفع السلاح بطريقة أو بأخرى، وهذا يدخل في إطارها حركة النهضة الطاجيكية مثلا وبعض طائرات جبهة الإنقاذ الجزائرية والطائرات القريبة منها يعني. وهذه في يعني يمكن أن أقول هو حمل السلاح كان هدفه الرئيسي هو البقاء، ربما البقاء على الحياة ثم الوصول لنوع من التسوية حتى لو كانت تسوية غير عادلة أو غير مستدامة لا يمكن أن تبقى لوقت طويل. فكان هذا إطار آخر ويختلف كثيرا عن الحركات الأخرى التي سأتحدث عنها بعد فيما يسمى الطيار الجهادي بين أقواس. الطيار الثالث هو الطيار السلفي، يعني الطيار السلفي ربما يمكن أن نقول أنه يعني توصيف سلفي لا تستطيع أن تبريدكت أو أن تتوقع السلوك السياسي المبني عليه، لأنه بدون أن تضع له توصيف يعني سياسي سلفي من أي تيار أو من أي جهة. لكن التيار السلفي الجهادي تحديدا هو من يعني تبنى مسألة حمل السلاح بشكل ربما يكون شبه مباشر، واختلف عن الطيارات السابقة في شيء، وهو أن يعني البيز الرئيسي أو الركن الرئيسي في الأيديولوجية هي أن لا يمكن إحداث تغيير سياسي أو اجتماعي بدون القوى المسلحة، وهي ليست يعني وليست فقط هي الأكثر فاعلية، حمل السلاح هو الطريق الأكثر فاعلية ولكنه أكثر شرعية أيضا، ثم أخذ هذه الشرعية بشرعية دينية، فكان هناك يعني تركيب على تركيب فاعلية وشرعية وشرعية دينية للسلاح، وبالتالي التراجع عنه كانت مشكلة كبيرة للكثيرين، لكن تم حدثت يعني فيما بعد. ولدينا ربما الطيار الرابع أو النوع الرابع وهو الطيارات الإسلامية الشيعية، وطيارات كانت لها يعني توجه خاص وهو الحزب والميليشيا مع بعض، يعني أنت تشارك في الحياة السياسية الحزبية المؤسساتية الدستورية بحزب وتدخل الانتخابات، ولكن يبقى الجناح المسلح كما هو، ليس فقط طبعا حالة حزب الله، ولكن هذه موجودة من حالة الأنصار في اليمن، حالة حزب الوحدة في أفغانستان،
وحالات أخرى، حالات العراق كلها دائما الحزب مع الميليشيا، وهي يعني لها تاريخ طبعا. أنت تريد أن يكون لديك شبكة إنقاذ، نظرك لوضعك أقلية في مجتمع يعني مختلف عنك إلى حد كبير، وبالتالي يجب أن يكون لك شبكة إنقاذ، وشبكة الإنقاذ الأساسية كانت الميليشيا، يعني كانت القوة يعني. فهذه ربما هي الأربع طائرات الرئيسية. ثم حدثت شيء في النصف لنقل النصف الثاني من القرن العشرين بالأساس، وحركة الإخوان تحديدا فيما يخص تفكيك النظام الخاص. في المرة الأولى كان ربما 51، المرة الأولى بمعنى أن قيادة الإخوان اختارت أن تفكك النظام، وحدثت يعني سلسلة كبيرة من التفاعلات، فشل هذا الموضوع وأدى لما أدى إليه. ثم حدثت محاولة ثانية في 64-65 أيضا، يعني كان هناك نجاح وفشل لنقل. ثم المرة الثالثة في 69-73 هذه أنهت هذا الموضوع. لكن هذه التحولات إلى حد كبير حدثت أيضا في التسعينيات، وكانت موجة أكبر بكثير، موجة تحولات عن العمل المسلح إلى العمل إما الدعوي أو السياسي السلمي. بدأت من مصر حالة الجماعة الإسلامية، ربما الحالة الأشهر في يوليو 97، ثم تلتها حالة جيش الإنقاذ في الجزائر في أكتوبر 97، ثم تلتها حالة الجماعة المقاتلة في ليبيا 2005-2010. وكانت تحولات يعني على المستوى السلوكي، بمعنى التوقف عن العمل المسلح سلوكيا، وأيضا على المستوى الأيديولوجي وفكري، بمعنى نزع الشرعية، نزع الشرعية عن حمل سلاح ضد أنظمة قائمة. ثم أيضا على المستوى التنظيمي بتفكيك الأجنحة المسلحة لهذه المجموعات. وحدثت أيضا ليس على المستوى الجماعي، بمعنى التنظيم كله تحول للابتعاد عن العنف، أو حدثت على المستوى الفصائلي، بمعنى فصائل من التنظيم الواحد تقرر أن تبتعد عن العنف وآخرون يتبنونه، أو حدثت أحيانا على مستوى أفراد، يعني مجرد أفراد وبعضهم قيادات تراجع أفكارها. هذا كان ربما البعض رآه جديد في الحركات الإسلامية، لكن ربما الذاكرة كانت قصيرة، لأن لدينا بعض الإحصائيات تقول يعني أن ربما من 1968 حتى 2008 لو أذكر جيدا، يعني حوالي 50 عام، أكثر من لدينا الداتا سات أو قاعدة البيانات فيها 268 حركة مسلحة، تقريبا 43% منهم تحولوا نحو السياسة السلمية، يعني أكبر كتلة منهم لم تنهزم عسكريا أو لم تتفكك عن طريق العمل الاستخباري وغيره، ولكنها تحولت كأحزاب أو حركات اجتماعية سلمية. فهذا كان يعني تابع طيار سائد على المستوى جلوبال، على مستوى أكبر بكثير. أنا لدي دقيقتين ولم أبدأ في المداخلة حقيقة، لكن فسريعا أنا سأنهيها. يعني هو حدث الربيع، وحقيقة معظم الطائرات التي أو التنظيمات التي تحولت نحو السياسة السلمية التزمت، يعني هي لم ترى فترة الربيع ما بين 2011 حتى 2013 أو 14 بحسب البلد، لم ترى هذه فرصة في إعادة استراتيجياتها العسكرية، بمعنى التخزين والتدريب والتسليح، وتتخذها فرصة لدعم قواتها العسكرية. لم تفعل ذلك، ولكنها يعني ضغطت على أتباعها لتسجيل في أحزاب سياسية، ثم مارست الحزبية وهكذا. لكن في هذا الإطار كان لدينا طيار آخر. شكرا دكتور. طيب أنا سأتوقف، وربما يعني نستكمل في لدي إعلان صغير. يعني أنا من معهد الدوحة للدراسات العليا الآن، وفي سبتمبر 2019 سنفتتح برنامج، أول برنامج في المنطقة عن الدراسات الأمنية النقدية، وهو بالأساس يعني يدرس مثل هذه التحولات سواء في عند الإسلاميين أو غيرهم، ولكن أيضا يدرس العلاقات المدنية العسكرية، الأمن الإنساني، الأمن البيئي، مكافحة الإرهاب، مكافحة التطرف العنيف وهكذا. برنامج عامين،
ويعني نشجع طلابكم على الالتحاق بنا، وهو البرنامج سيكون يعني مدعوم، وبالتالي الطالب سيحصل على إقامة، وكذلك يعني سيتم مدفوع الأجر. نعم. والكورسات حوالي 12 مادة، فهو برنامج يعني عميق جدا يغطي ما يسمى بالسوفت سيكيورتي أو الدراسات الأمنية الناعمة والهارد سيكيورتي والصلبة يعني تمام. شكرا البيئي والإنساني. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عمر للكلمة بتاعتك. حضرتك قلت أنه ظهرت العسكرة في الحالة السورية، في حالة جامعة الإخوان المسلمين، هي ظاهرة أصيلة منذ الثمانينيات حسب ما أنا فهمت، مظبوط؟ أنا لا أفهم أصيلة يعني أصبحت ثابتة يعني من فترة الثمانينيات. لا أنا مش كده يعني هي ده اللي أنا فهمته. تم حمل السلاح في فترة ما، وتمت يعني البيئة حكمت الموقف يعني. تمام تمام. بس وحضرتك اتكلمت عن ظاهرة العسكرة في اليمن كذلك. أنا بس سؤال ممكن تجاوب عليه لاحقا في فترة الأجواء والأسئلة، الحالة البحرينية شايفها إزاي؟ هل شهدت الحركة الإسلامية الشيعية في البحرين الحالة الدفاعية اللي حضرتك اتكلمت عنها واللي شهدتها الجزائر؟ من هنا هننتقل لسام هيلر. سام هيتكلم عن الحالة السورية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وعلاقة الجماعة بالحركات الجهادية منذ بداية الثورة السورية. أنا بس عندي سؤال ليك يا سام، هو كيف ترى تغير الاستراتيجيات العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين حاليا بفترة الثمانينيات؟ فأولا أشكركم بمنتدى الشرق. أنا قلت أركز على بعض التنظيمات السورية اللي من ناحية التطور من خلال هذه الظروف الاستثنائية والصعبة اللي مرت بها من خلال الحرب السورية. والعنوان الأساسي هو هذا الفجوة أو الانفصام بين الداخل السوري والخارج، ومحاولات التقريب أو التوفيق بينه. وهذا بسبب يعني مشهد الداخل تم إفراغه من الممارسة المنظمة للسياسة، وخصوصا الإسلام السياسي، وهذا مشهد قد يتكرر في بلدان غير. فنرى كيف بعض التنظيمات حاولت يعني تتوجه يعني تتوجه من الخارج للداخل والعكس من الداخل للخارج. كذلك أريد أشدد على يعني أهمية أو يعني الفكرة أن بنية التنظيم لا تقتصر على التنظيم نفسه، بل على العلاقات الخارجية. لهذا هو كمان جزء من الهيكل التنظيمي. فأخذت بعض الأمثلة منها الإخوان، منها حركة أحرار الشام الإسلامية، كذلك جبهة النصرة. فبالمثال الأول يعني هذا المثال اللي أتى من الخارج. في يعني في جماعة الإخوان المسلمين يعني تم قمع بلا رحمة يعني خلال الثمانينات، فوقت ما بدأت الثورة 2011 يوجد عدد قليل من الإخوان بالداخل السوري، يوجد عدد أكبر من ناس إخوانية يمكن القول أو تعتبر يعني تشبه الإخوان. يعني عموما
السوريين يرون الأخوان بكل مكان يعني. فالإخوان شاركت بالمراحل الأولى للعملية السياسية خصوصا، وهذا يعني المنافسة على المنصات السياسية بالخارج، والذي كان كذلك يعني صراع على الصراع إقليمي على النفوذ، وحاولت أن تكون علاقات بمشهد داخلي متشاثر متفرقة يعني، وهذا من خلال بعض الفعاليات المدنية، المنظمات الإغاثية، علاقات ببعض الفصائل العسكرية. ولكن يعني النتيجة أنه يعني الإخوان يعني بالفترة الحالية ليس لها وجود واضح علني بالداخل. طبعا يعني لا أحد يقول عن نفسه إخوان، والكل كل الناس يقولون على خصمه إخوان، هذا المشهد المعارض. ولكن في الوضع كما أراه هو أن يعني ليس هناك يعني تجلن واضح للإخوان، بل جماعة الإخوان من الخارج كونت بعض العلاقات بالظواهر بالفعاليات الأهلية المحلية، فأصبح لديها علاقات واسعة ولكن ليست عميقة هو بالداخل ولا بالعمل المسلح. إذا أخذنا حركة أحرار الشام الإسلامية، فهذا الأحرار تجحت من الناحية العكسية يعني من الداخل للخارج، فانبثقت عن بيئة ما بعد الإخوان وأحداث الثمانيات، من عائلات تأثرت بأحداث الثمانيات، من أشخاص يعني شخصيات شاركت مثلا بالنشاط الإسلامي يعني من خلال الحرب العراق، فبدأت كمنظمة مسلحة من هذه البيئة، ثم تطورت لشيء يعني له علاقة سياسية أو إلا الطابع قصدي طابع سياسي ومؤسساتي، جمعت بين يعني التيارات إسلامية مختلفة. فكان إلا نوعا ما لك شخصية إيديولوجية وفي نفس الوقت محلية ومناطقية، وبنت مع التنظيم العسكري جهاز مدني وجذبت بعض الكوادر الكفاءة. فبعد ما بدأت مع العلاقات بال شبكات الخليجية والسلفية، توجهت نحو المجتمع الدولي عموما والقبول الدولي، وتلك الكوادر كانت مهمة في ذلك، لأنه الدول الغربية مثلا رضيت تتعامل مع شخصية مثل لبيب النحاس بطريقة لا يمكن التعامل مع أبو جابر الشيخ أو أبو صالح الطحان، وكذلك أخذت بعض الخطوات الرمزية للحركة، فدخلت هي للسياسة للمشهد السياسي العام، مع أنها اصطدمت بحدودها ببعض الحالات بمؤتمر الرياض بالوقت المحادثات أستانا، هذا بسبب يعني التناقض بين يعني التوجه الحركة من جهة وثوابتها الأيديولوجية من جهة أخرى ومزاودات غيرها
عدم بلورة رؤية حوية واضحة والتي أدت لنوع من الشلل. وكذلك مع تضخمها هي تبنت بعض نقاط الضعف لدى المعارضة بشكل عام، يعني التشرذم والانقسامات الداخلية والمناطقية، وبالتالي أصبحت معرضة للتفكيك من قبل هيئة تحرير الشام والذي تم لحد كبير. في المثال الأخير هو جبهة النصرة والتي أصبحت هيئة تحرير الشام هو بالفترة الأخيرة، وهي يعني التنظيم أثبت أنه تمام متغير متلون يمكن القول، كأنه هدفه الأساسي هو الاستمرار. فمن مرحلة الأولى كفرع للتنظيم الدولة، يعني دولة العراق آنذاك، هي اندمجت مع المواردة، ثم انحازت للقاعدة دفاع عن النفس، ثم انفكت يعني ثم تحت أو بوجه التحدي من تنظيم الدولة هي أصبحت تقلد يعني تنظيم الدولة، يعني بعد سلوكياته، يعني بعد المزايا التنظيمية والبنيوية عنده، ومثلا يعني إنشاء قوة مركزية، هذا نوع من مناعة للمناطقية لدى بقية المعارضة. ثم هي واجهت بيئة دولية أخطر فأخطر مع الوقت، ومع ذلك هي يعني تعلمت، أتقنت المحاكاة، فأصبحت فتح الشام ثم هاي تحرير الشام اللي هو يعني هي ابتلعت تقريبا يعني المعارضة السورية بالشمال، حتى ببعض المراحل الأخيرة يعني مع مؤتمر سوري عام اللي هو عبارة عن حوار وطني مصغر أو الإعلان عن حكومة الإنقاذ اللي واجهة يعني واجهة سياسية، يعني أثبتت عنها يعني استوعبت الخطوات العملية للحصول على الشرعية الرمزية. شكرا جزيلا سام هيلر على الكلمة. دلوقتي هننتقل من السياق الصراعي اللي وصفه الدكتور خليل عناني، وهنروح للسياق القمعي. أنا فعلا يعني عجبتني التوصيفات والسياقات اللي عملتها. في السياق القمعي هنتناول الحالة الأردنية. معنا في الحالة الأردنية الأستاذ أمجد جبريل. الأستاذ أمجد هيتكلم تحديدا عن احتواء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وعن عملية انفصال تنظيم جامعة الإخوان المسلمين عن التنظيم الدولي. تفضل أستاذ أمجد. السلام عليكم. أبدأ شاكرا لمنتدى الشرق دعوتي للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وأشعر بالسعادة لمزاملة الأصدقاء القدامى الدكتور خليل عناني، الدكتور عمر عاشور، والدكتور أزدان مولى، وهو ليس زميل، يعني هو الذي حكم كتابي فبالتالي هو ليس زميل. فالمقولة الرئيسة لهذه الدراسة هي أن يعني حالة الأردن على بعضها وحالة إسلامي الأردن لا تختلف كثيرا عن السائد عربيا، بعكس ما يقال دائما عند تناول الحالة الأردنية. يقال دائما وبالذات في كتابات الدكتور محمد أبو رمان، وهو من أشهر من كتب في هذا الموضوع، والأستاذ حسن أبو هنية، يقال دائما الخصوصية الأردنية، يقال دائما هذا نظام علماني لكنه محافظ.
وأنا في التقدير في التحليل الأخير أعتقد أن هذا هو دفاع، ولكنه دفاع منهجي عن النظام الأردني. في الحقيقة النظام الأردني يتشابه مع الحالة المغربية، يتشابه مع الحالة البحرينية، يتشابه مع الحالة الكويتية. يعني بمعنى القول بالخصوصية قد لا يكون مفيدا في التحليل، لذلك أنا أبدأ بأني أنفي هذه الخصوصية. المسألة الأخرى فيما يحدث في العالم العربي، وهذا وفقا لما يراه دارسه النظم العربية السياسية العربية، أن هذه النظم تحولت إلى ظاهرة النظم السياسية الهجينة. يعني هي لا هي ديمقراطية ولا هي قمعية تماما، في انتخابات لكنها شكلية، وهناك دائما خيارات القمع يعني تحت الطاولة يتم اللجوء إليها عند الضرورة. الدكتور حسين توفيق إبراهيم يسميها ظاهرة النظم السياسية الهجينة، يعني لا تستطيع في لحظة أن تقول أنه نظام شمولي أو أنه سلطوي أو مغلق، ولا تستطيع أن تقول أنه ديمقراطي بالمعايير المعروفة. سأتحدث في هذه الورقة في ثلاثة أفكار أساسية أو في ثلاثة مباحث. المبحث الأول عن الحالة الأردنية في العلاقة بين الدولة والإسلاميين، وأتحدث عن حدود الخصوصية ومراحل العلاقة. في المبحث الثاني أتحدث عن تأثير الثورات العربية على حراك الإسلاميين في الأردن. في المبحث الثالث أتحدث عن تغيرات الإسلاميين في الأردن بعد تعثر الثورات العربية، أو بالتحديد بعد انقلاب 3 يوليو في مصر. حول مراحل هذه العلاقة أنا يعني أستطيع أن أتجاوز بعض ما أفاض فيه الإخوة المتحدثون قبلي، أعتقد لا ضرورة للدخول في تفاصيل طويلة، لكن بشكل عام علاقة النظام الأردني بالإخوان تاريخيا هي علاقة حذرة وعلاقة تحت المراقبة كما يرى كثيرون من الدارسين يعني. وهذه العلاقة ليست عدائية صريحة، هذا هو الفارق فعليا بينها وبين النظم الأخرى والتي تجوز لدى البعض القول بخصوصية النظام الأردني. بشكل عام النظام الأردني يحتوي الإخوان ويتركه أو يترك هذا التنظيم أو جبهة العمل الإسلامي للعمل ضمن حدود معينة، وبالتحديد في المجالات الاجتماعية وفي النقابات إلى آخره، بالتحديد في مجال التعليم هذا أكثر مجال ربما فيه مساحة، ومؤخرا الترشح للبرلمان ودخول البرلمان أيضا لا مانع فيه، ولكن أيضا ضمن نسبة معينة، وهذا يدل على يعني قدرات النظم الملكية عادة في إدارة مثل هذه الأمور. العلاقة الأردنية الإخوانية إذا جاز القول ربما طرى عليها تحسن وحيد يعني، أو تحسن إذا جاز كما سماه محمد بن رمان أنها علاقة الضرورة السياسية لا أكثر ولا أقل، بعد غزو العراق للكويت وحرب الخليج عام 91 سمح للإخوان للدخول إلى الحكومة لأول مرة، كانت حكومة مضر بدران. بعد وفاة الملك الحسين وتولي نجله الأمير أو الملك عبدالله لاحقا عبدالله الثاني، بدأت ملامح الأزوة بين الدولة والإخوان تتضح أو تأخذ طورا ربما أكبر من ذي قبل، وخصوصا بعد طرد قادة حماس من الأردن في عام 99، في نهاية عام 99، وطبعا معروف أن أغلب قيادات حماس الخارج تحمل جنسية أردنية بحكم أنهم مواطنين في الضفة الغربية في فلسطين. طبعا السياق الأهم هو فوز حركة حماس بالانتخابات في عام 2006، ثم تطورات المقاومة العراقية بعد الاحتلال من بين 2006 وحتى ربما نهاية 2009. هذا كله يعني وضع الإخوان المسلمين في الأردن كأنهم يعني يقفون في صف حركات المقاومة أو يدعمون محور المقاومة بصورة أو بأخرى. يعني في عام 2007 حصلت انتخابات نيابية في الأردن، وكانت أسوأ نتيجة يحققها الإخوان في الأردن، وكانت حوالي 6 مقاعد من 110 مقعد. ثم قاطع الإخوان انتخابات 2010 بعد الربيع العربي، اندمجوا إلى حد كبير في الحراك، ونسيت أن أذكر أنهم قاطعوا انتخابات 2010. كان الشارع يطالب بإسقاط حكومة سمير الرفاعي والإتيان بأخرى تستطيع التجاوب مع متطلبات الشارع، وبالفعل شكلت حكومة معروف البخيت كي يعني تقود عملية إصلاح سياسي. دعي الإخوان للمشاركة في لجنة سميت لجنة الحوار الوطني، وسمي منهم 3 أعضاء رفضوا المشاركة في هذه اللجنة. بعد ذلك يعني، وهذه المرحلة الأساسية التي انعكس فيها الربيع العربي على الأردن، بالتحديد بعد فوز الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في يونيو عام 2012، بدأ سقف جماعة الإخوان في الأردن يرتفع، ربما هذا لأول مرة، وهذه إحدى مفارقات هذه الورقة، إنه هذه الحركة الوحيدة ربما في الوطن العربي التي بقت تتحدث عن إصلاح النظام، ولم يطرح أبدا فكرة إسقاط النظام. وحتى من مبررات التحالف يعني إذا جاز القول، أو مبررات العلاقة الجيدة بين الإخوان والنظام، أنهم يسيرون وفقا لأيديولوجية معتدلة،
وأنهم في كل الأحوال يقبلون شرعية العرش الهاشمي، يعني هم لم يصلوا في التشكيك إلى حد يعني كما ذهب ثوار العرب يعني. ف يعني ربما حدث رهان داخل جماعة الإخوان في الأردن على موضوع الربيع العربي، وبالذات كما قلت بعد فوز الرئيس مرسي. وحتى في كلام يعني للأستاذ زكي بن رشيد نائب المراقب العام قال فيه أن الجماعة تريد الانتقال من المشاركة إلى الشراكة السياسية في علاقتها بالنظام. المشكل الذي حدث في الأردن هو أن النظام أصبح يرى أن جماعة الإخوان بعد الربيع العربي كأنها تتحرك في اتجاه انقلاب ناعم على الملك، يعني تريد سحب صلاحيات أساسية من الملك، تريد أن تحجم صلاحياته الدستورية، وتريد أن ينزع منه اختيار مجلس الأعيان الذي هو أكثر أهمية طبعا مجلس النواب، وتريد أن يختار رئيس الوزراء من الأغلبية النيابية، يعني باختصار يعني أن يكون الإخوان في الصورة بشكل أوضح من ذي قبل. على كل حال يعني سأنتقل سريعا إلى المبحث الثالث، باعتبار أنه يعني الربيع العربي لم يرفع سقف الحديث كثيرا في الأردن، لأنه أنا في التحليل الأخير سأقول أنه في الأردن اللاعب الرئيس هو الملك وأجهزة الدولة الأردنية، ما عدا ذلك المسألة يعني هي فقط مساحات من الحرية المحكومة طبعا. تأثير المتغيرات الإقليمية دائما واضح على الحالة الأردنية، فمثلا حالة الثورة السورية عملت انقسام حتى في المعارضة الأردنية يعني بجميع تلوينها، يعني الإسلامية أو اليسارية أو القومية أو غيره، فالبعض طبعا مؤيد للثورة السورية، البعض يعني باعتبار الاعتبارات القومية وما شابه ذلك يعتبر أن هناك مؤامرة على سوريا، وهذا موجود طبعا يعني في أغلب الدول العربية، النظرة إلى الثورة السورية باعتبارها أنها ربما تكون جهدا من المحور الأمريكي الإسرائيلي لتغيير المعادلات في المشرق العربي وفي سوريا بالتحديد يعني. وطبعا أنا لا أقول أن أتبنى أي قراءة، أنا فقط أنقل ما هو موجود يعني. كما قلت نشط الإخوان في تنظيم مظاهرات في بداية الربيع العربي، التحموا بالشارع، عملوا مظاهرات من مسجد الحسيني في العاصمة عمان والمساجد أخرى أيضا في المحافظات، أحيانا واجهوا بعدا عشائريا ولم يستطيعوا التعامل معه زي في محافظة المفرق. على كل حال يعني هذا التأثير الإقليمي دائما مؤثر جدا على حالة الأردن، وبالتحديد في لحظة الانقلاب على مصر، يعني إذا كان هناك من تضرر من هذا الانقلاب فربما ليس حركة الإخوان المصريين هي الأكثر تضررا، الأكثر تضررا ربما حركة حماس الفلسطينية، وبعد ذلك تأتي في المقام الثاني حركة الإخوان. وسيف الوقت بدأ يعني يرفع. فيعتبر بعض الإسلاميين ومنهم الأستاذ زكي بن رشيد أنه النظام الأردني نجح في احتواء الحراك. طبعا سأقول أن يعني التحولات التي تحدث في الأردن ليست واضحة تماما، لأنها أصلا بانتظار ماذا يحدث في الإقليم، لكن صورة العامة للتحولات الإسلاميين يعني سواء الانقسامات الخاصة بطرح مبادرة زمزم وهي مبادرة إلى حد ما شكلية، بعد ذلك الانقسام بين الإخوان وجمعية الإخوان باعتبار تيار هو معترف به من الدولة وتيار غير معترف به من الدولة، اعتقال الأستاذ زكي بن أرشيد، كل هذه التحولات يعني ستبقى مرهونة بثلاثة عوامل. أول شيء هو العامل الداخلي أو الذاتي المتعلق بحركة الإخوان المسلمين نفسها، حركة الإخوان المسلمين نفسها، ومتغيرات بالذات تغيرات الجيل التي تحدث، يعني هل سيدخل إلى الحركة جيل جديد يطرح شيئا جديدا يفكر بشكل مختلف. المسألة الأخرى التي أشرت إليها كثيرا مسألة العامل العربي أو الإقليمي، الواضح جدا أن هناك ثورات مضادة في الإقليم، أنه إلى حد كبير يعني الإمارات والسعودية وطبعا الكيان الإسرائيلي نجحوا في الضغط على الإدارات الأمريكية المختلفة لدعم هذه الثورات المضادة، وبطبيعة الحال هذا ليس مصلحة الإسلاميين سواء في الأردن أو في غير الأردن ومجمل الحركات الإسلامية حتى حماس إلى آخره. آخر شيء هو الذي ستتناوله الجلسة الأخيرة اللي هو العامل الدولي أو اللحظة الترامبية، يعني حقبة ترامب كيف تنظر الحركات الإسلامية وكيف يمكن أن يعني تتخلص من هذه الظاهرة أو تحجمها أو هذا. سأختم بما يلي، الأردن دائما منكشف على الأزمات الخارجية سواء كانت إقليمية أو غير إقليمية. المسألة الأخرى أن طوال ما متغير مكافحة الإرهاب يسيطر على السياسة الإقليمية والدولية تقل الفرصة كثيرا أمام الإسلاميين، وهذا بالمناسبة يحرر النظام الأردني من أي ضغوط خارجية، لأنه يصبح النظام هو الطرف الذي يمكن التحالف معه في الحرب على الإرهاب.
أظن أن الحالة الإسلامية في الأردن تتجه نحو مزيد من التفكك وربما الانقسام. شكراً أستاذ أمجد. وتشكيل كيانات سياسية جديدة. وفي التحليل الأخير دراسة الحالة الأردنية أعتقد دائماً ينبغي أن تركز على النظام أكثر مما تركز على الإسلاميين. شكراً. شكراً جزيلاً أستاذ أمجد. في بداية الجلسة تناولنا ظاهرة العسكرة، وبعدين تناولنا ظاهرة القمع التحييد، الآن ننتقل إلى ظاهرة الدمج. الدكتور عز الدين عبدالمولى هيتحدث عن التغييرات الهيكلية في حزب النهضة في تونس. تفضل يا دكتور. شكرا تامر وشكرا لمنتدى الشرق على هذه الدعوة. طالما أن الزملاء كلهم تحدثوا بالعربية سأتحدث بالإنجليزية لإحداث شيء من التوازن يعني في الجلسة. إذن اسمح لي بذلك. By way of introduction, I would say that like any other socio-political movement at times of transitions, Ennahda experienced a number of transformations to keep abreast with the changing environment and realities. In the case of Tunisia, transformations happened in different areas such as ideology, structure, strategies. We have covered the two elements early in the morning. I'm going to focus on the third one, which is the structural transformations in political Islam in Tunisia. This presentation will focus on 5 points. The first is the early ideas on restructuring the movement, because as Dr. Khalil said, we tend to say that everything happened after the Arab Spring. No, it's a continuation, it's an evolution. So I would say a few words about the idea of transformation, structure transformation of Ennahda before the Arab Spring. Then I come to the Arab Spring and the new relations between the movement and the party and the separation that has happened. The third point would be the specialization as a strategic choice. Here I talk about specialization in politics, I mean the political party. Four, can the movement survive alongside the party? And five, reshaping civil society. You may wonder what has civil society to do with the transformation of Ennahda. I come to this later on and trying to explain it. First, there are a few ideas that appeared within Ennahda before the Arab Spring. The idea of specialization and separation different types of activities on functional basis is not new to Ennahda. It was present within the movement for some time. Just an example, in 1998, the late Saleh Karkar suggested that the movement renounces its Islamic character and specialized in, renounce its political character and specialize in da'wah, culture and education activities only. On the political level, Karkar called for the formation of a completely secular political party that aims to establish the state of reason versus the state of revelation, as he termed it. In 2000, Sheikh Rashid Ghannouchi addressed this issue in an article called The Anxiety of the Islamic Movement Between State and Society and Between the Political Party and the Movement. He wondered whether Islamic political parties should organize in a comprehensive way to reflect the comprehensiveness of Islam that does not separate between religion and life. He tends in that article to favor what he called the functional separation between the different fronts and activities involved in the Islamic project. After the revolution, and especially the legalization of Ennahda political party in 2012, we have seen a major restructure happening within the movement. And this happened at the movement's 10th Congress in 2016, exactly. The second point,
regarding the relation between the movement and the party and what we all call separation, I don't agree that it is a separation. It is something else. Separation here is kind of misleading term. But I will use it just for the sake of argumentation. The separation between the movement and the party came to solve a long-lasting, multi-layered problem that has various dimensions, ideological, structural, and political. The idea of operating a functional separation between the different structures and activities that used to take place under the umbrella of one Islamic movement has taken at least 20 years to progress in the within the Nahda. But why this decision has been delayed until 2016? There are several explanations to this. First, the official explanation of a Nahda, or the official narrative, is the external factor. It's the authoritarian system and the continuous tense relations between the state and the movement that prevented the internal debate to progress in a natural way and come to its natural conclusions. In this kind of environment, the priority would go to defending the unity of the movement rather than take measures and steps that might be seen as leading to its division and fragmentation. The second explanation is the internal factor. There were two parties to this debate, those who were in favor of the separation and those who were in favor of keeping the movement united. This debate also contributed, in my understanding, to making this separation happen late. The third element, of course, is the revolution and the Arab Spring that allowed the legalization of the party. And as we know, the movement applied for a license to work within the legal framework since 1981. But it only got legalized in 2012. This الحركه تقول 12. Okay, the legalization happened in 2011. Okay. We go to the third point, specialization. What happened in the documents of Ennahda is called specialization, not separation. Why it's called separation? In the run-up to the 10th Congress, the organizing committee conducted a two-year extensive discussions and deliberations around the structure of the movement and reached a decision to specialize in politics activities only. Not to separate Dawa from politics, is to specialize in politics, to form a political party that only works in politics. The other parts of Ennahda, we'll talk about them later. One of the bylaws of the Congress is called the strategic bylaw, strategic or لايحة الاستراتيجية. It says Ennahda is going through a real development that entails the departure from the ambiguous mixture between a specialized party and a comprehensive movement towards the status of a democratic political party with an Islamic frame of reference. Theoretically, this means a radical restructure and a complete separation between the political sphere and that of religious and preaching activities. But on the ground, this means Ennahda transforms into a professional political party and leaves out all other components. It is like getting rid of the remaining parts of the movement. That is why the term separation is not very accurate and it's quite misleading. This restructure is introduced under the banner of specialization, and it is strategic. It's a strategic shift and not just a reaction or a tactical maneuver to respond to the pressures of the movement. Four, can the movement now survive alongside the party? Much of the debate, as we have seen here, focuses on the restructure
and was geared towards the idea of the of professionalization of the party and its future. Very little debate focused on the movement, what is left of the movement after professionalization. What is more important than the separation between the two entities is the fate of the movement. It seems that by adopting this strategic choice, Ennahda movement, as we know it, will eventually cease to exist. Not only because all the movement's human and financial resources are allocated to the party, but also because from now on, there will be no ownership of the movement. The domain of these activities, the dawah, the cultural education, charity, the domain of these activities, says the bylaws of the 10th Congress, is not the party, it's civil society. Those who are not involved in preaching, or who used to be involved in preaching, culture, charity work, etc., need to join existing civil society organizations or start their own civil society organizations. It is true that the movement still holds together and everyone is still involved in politics and serves the party from different angles. However, the situation is likely to change in the future and will have significant consequences both on Ennahda and civil society. Just give me 1 minute to talk about civil society, why it matters here. Because when we talk about the remaining parts of Ennahda, we talk about civil society. Those involved in these activities should go and be active in civil society. This will have serious consequences on Ennahda and civil society, because all these groups, all these activists, when they join civil society itself will reshape and will take new forms, because we will have injected civil society with new blood, with new activists, new groups, and new ideas. Shukran jazilan, Dr. Aziz al-Din. Thank you. Thank you so much. الآن هننتقل إلى قسم الأسئلة والأجوبة. معايا عدة أسئلة. السؤال الأول للأستاذ عدنان العضيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لمست يعني إنه في تصور عن تجمع اليمني للإصلاح. خاصة في يحتاج إلى تعديل هذا التصور، خاصة في مسألة الجيش. لدينا في الإصلاح قناعات ثابتة، هي ننطلق من مسؤوليتنا تجاه المجتمع والوطن، أن الجيش والسلاح يجب أن يكون حصرا على الدولة حيازة واستخداما. مسألة أن يكون هناك تعددية في الجيوش هذا خطير، كل جيش معناته يستدعي دولة على مقاسه، ونصبح أمام مشهد دول متعددة داخل الخريطة اليمنية. لا يوجد جيش للتجمع اليمني للإصلاح، لا سابقا كما ذكر الأخ في 94 ولا لاحقا. نحن الطرف الأكبر الذين طالبنا بإدماج المكونات فصائل المقاومة في الجيش الوطني وتحت إشراف المؤسسة العسكرية، وكنا أول ناس يعني استعدت عناصرنا أن تكون ضمن، وفعلا حصل الاندماج. مسألة خطيرة أن توجد جيوش داخل الدولة الواحدة، تعددية الجيوش هي على النقيض من التعددية السياسية، معناته أنه تسوية الملعب السياسي، ونحن خيارنا في الحقيقة ديمقراطي، ورهاننا على الجماهير ونضالنا من أجل تسوية الملعب السياسي. هذا الأمر كله سيذهب هدر. أنا أرجو أن أوضح هذه النقطة لأنها غاية في الحساسية. يعني اسمح لي فقط، لأنه لم يسبق أن طلبت الحديث بهذا الإلحاح. الذي حاصل معنا أننا نريد جيشا وطنيا، وهذا الجيش الوطني هو الذي يحتكر القوى المسلحة. هذا الأمر في 94 كما أشار الأخ لم يقاتل الإصلاح كجيش، حصل أنه رئيس الجمهورية دعا كل حامل سلاح مثل ما دعا عبد ربه في الفترة الأخيرة، وخرج كل حامل سلاح من المواطنين ومن ضمنهم أعضاء التجمع اليمني للإصلاح. مثل بقية الفصائل، عفوا، مثل بقية المكونات المجتمعية والسياسية، لا يوجد جيش اسمه جيش. شكرا أستاذ عبد المعلمين الإصلاح. شكرا، شكرا جزيلا. خليها دلوقتي، خليها بعد السؤال الثاني. الأستاذ ياسر فتحي. السلام عليكم. يعني ملاحظاتي أو أسئلتي يعني تحديدا دكتور خليل،
بالنسبة لفكرة أن الإدماج مع الإخوان في مصر بعد 2011 جاب أثر عكسي، يعني هل تحقق حالك أن فكرة الإدماج مش دقيقة باعتبار أن نظام مش مستقر؟ يعني في حالة مثلا المغرب نظام ثابت بيمارس سياسات الإدماج، لكن في 2011 مبارك سقط، الدولة في حالة سيورة، قواعد اللعبة متغيرة، وبالتالي ممكن من ما يبقاش ده إدماج أو رأي حضرتك إيه؟ دكتور عمر عاشور، فكرة التخلي عن القمع بشكل كبير اللي تحول من القمع إلى العمل السياسي، أو بشكل خاص المحاولات اللي حضرتك ذكرتها للإخوان في مصر 51 و 55، السبب الرئيسي للتحول من القمع إن هو ما جابش أثر عكسي، من شدة القمع ما زودش العمل العسكري، لا تخلى عن العمل العسكري أو فككه. المحك الرئيسي ليه؟ يعني ليه ما كانتش الاستجابة نحو مزيد من العمل العسكري؟ هل بسبب شخص، يعني طبيعة شخص القيادة، أو حضرتك شايف إيه من وجهة نظرك؟ يعني أخيرا دكتور عز الدين، ما بين تطور النهضة وتطلعات الشارع في الربيع العربي، أحيانا ممكن نقول إن الحركة أكثر تطورا في التعامل مع السلطة بشكل واقعي، هل هذا التطور بينعكس على قدرتها على التجاوب مع تطلعات الربيع العربي، ولا تطور النهضة مازال أصعب من تلبية طموحات الربيع العربي؟ الربيع العربي عنده أزمة مع الدولة والنظام وتطوير الدور أو التأقلم والتطور الاقتصادي في العوامل الخارجية، هل النهضة قادرة على إنجاح الربيع العربي سياسات، من حيث السياسات، ولا تطور النهضة بس من حيث أنها حركة إسلامية أكثر فهما للواقع وتكيفا معه؟ وشكرا. تمام. الأستاذ عبد المجيد مناصرة. شكرا. كلمة الأستاذ خليل، يعني ذكر الجزائر يعني سطحيا، لكن أنا أقول تجربة الجزائر في الجانب السياسي والدعوي ثرية جدا، ولم التطور لم يكن بسبب ظروف أو ضغوط، بالعكس كانت ظروف قد تدفع في اتجاه المعاكس، كانت ظروف حرب أهلية أو أي مصطلح آخر. احنا كنا جماعة سرية قبل أن يكون هناك قبول بالتعددية، حدثت انتفاضة في 5 أكتوبر 1988، يعني على نفس شكل الثورات التي حدثت بعد ذلك. دستور 89 فتح التعددية، أسسنا الحزب يعني بعد تردد شوي، فعندنا تنظيم وعندنا الحزب واجهة سياسية. استغرق الأمر سنتين تم عملية دمج الجماعة، ولذلك يجب التمييز في الموضوع السياسي الداعي بين الوظيفي والتنظيمي. في تنظيم كان يعتبر نفسه تنظيم دعوي، وأسسنا تنظيم حزب سياسي، دمجنا الجماعة في التنظيم السياسي اللي هو الحزب القانوني، فهو دمج، ولكن أيضا مع التخصص اللي ذكره الدكتور عز الدين على تونس، التخصص أنه هذا حزب وظيفته الأساسية هي العمل السياسي، وهناك مؤسسات أخرى تتولى الأمر. بالنسبة للأستاذ عمر، يعني تجنى على الحركة لما قال أن الحركة أيدت الانقلاب العسكري في الجزائر في 92، أولا لم يكن هناك انقلاب، هو ذا الجهة الأخرى طبعا، هذا الصراع خطاب دعائي، لكن هو إلغاء انتخابات، يعني الذي نجح في الدور الأول لم يستلم السلطة، تسميها انقلاب، فاحنا لم نكيف انقلابا عسكريا مثل مصر، انقلاب عسكري هو الغاء مسار انتخابي، تعدي على الديمقراطية، هذا كله أدناه إدانة واضحة. بعد ذلك هناك سلطة فعلية، انت لا يمكن ان تتوقف بك الزمن في تلك اللحظة، تعاملنا مع الواقع رغم إدانتنا للخطوة، وطالبنا بالعودة للمسار الانتخابي وحصل. النقطة الأخيرة، السؤال لماذا بعض الحركات توصف بالاعتدال والوسطية وأنا ضد العنف، ولكن تأتي الظروف تقول أنا فرضت عليها حمل السلاح؟ أنا أقول ليست الظروف التي فرضت عليها، تملك في داخلها بذور فكرية للعنف، لأن كل حركة مارست العنف وهي تعتبر نفسها معتدلة في ظرف الظروف لهذه البذرة الممكن لم تكون واضحة، والبون بين التطرف والعنف والعمل السلمي كان قليل. نعطي مثال ما حدث في سوريا في الثمانينات، هذا مثال واضح، ما حدث في الجزائر جمعة الإنقاذ واضح. مثال كلمة في 10 ثواني، المثال المعاكس هي حركة أربكان في تركيا،
حل الحزب انقلابات إلغاء انتخابات، ولكن كان يصبر ويقاوم تغيير سلمي ديمقراطي، فحصل الذي حصل في تركيا. فلا يمكن نلوم الظروف فقط، شكراً يا أستاذ. نلوم البذور الفكرية الداخلية. شكرا. شكرا. الأستاذ علي عبد الفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أردت التصويب أن حركة جماعة الإخوان المسلمين في مصر حريصة يعني منذ فترة طويلة على التفاعل مع كافة أطياف الشعب وقواه الحية وقواه الحزبية، لأن إحنا بندرك أن إحنا جزء من الشعب ولسنا الشعب ولا ننوب عن الشعب. ده من جزء المبدئي. الجزء المصلحي أن إحنا كنا عايزين نخرج بره الثنائية اللي هي العسكر والإخوان. لما يحصل التحام وأن الشعب كله يعبر عن نفسه بقواه الحية، لا، يبقى الصراع مع شعب مش صراع مع حركة أو جماعة. الحاجة الثانية أن أضرب لحضراتكم أمثلة. الجبهة الوطنية للتغيير كانت باسم البردعي، لكن اللي اشتغل فيها الإخوان المسلمين، وحولوها من 50,000 ل950,000. وأنا واحد من الناس اللي دخلت السجن بسبب توقيعات الجبهة الوطنية من أجل التغيير. حوار من أجل مصر واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، اللي قبل الثورة واستمر بعد الثورة، وكان بقيادة المرشد والدكتور محمد مرسي، وحضر فيه أكثر من 26 حزب. المرشد نفسه عرض على الجميع أن هي تبقى في قائمة موحدة لكل الأحزاب. الدستور اللي حصل في مصر واللي قال عليه جابر نصار أعظم دستور صدر في مصر، اللي شارك فيه الجميع في جلسات طويلة بساعات طويلة، لم يحدث في مصر في تاريخها المعاصر أو غير المعاصر. لكن في قرار خارجي أن الإسلاميين ما يوصلوش للسلطة، أن الشعب يفضل يساوي صفر، أن الشعب لا يختار رئيسه، أن الإسلاميين ما يوصلوش لأي مستوى من مستويات، أو أن يبقى الرئيس يبقى معبر عن الشعب عشان لما يجي أي حد يقول له وقع يوقع، ما يقولش أرجع للشعب. ده المفروض علينا في المنطقة العربية. يا أخوانا، واللي بيتكلم حوالين الحزب، حزب الحرية والعدالة، أن هو يعني كان فيه نوع من أنواع الاندماج ما بينه وبين الجماعة، عمر الحزب سنة. طب بأي ظلم يعني تقيم حزب عمره سنة؟ ما بين إنشاء الحزب قرار الأحزاب إلى الانقلاب سنة. الأحزاب بتنشأ من القاعدة، مجموعة أفكار الناس بتلتف حوالين منها ثم ينشأ سنة. فبالتالي أنا شايف إن هو من الظلم تقييم إن الإخوان والله اندمجوا والحزب مش عارف إيه أو التفاعل مع السلفي. كلام يعني بصراحة كلام إعلامي أكتر منه كلام حقيقي قائم على معلومات. شكرا. شكرا يا أستاذ علي. دكتورة نجوان الأشول. شكرا يا أستاذ تامر. طيب، أنا بس عايز أقول إنه في إشكالية كبيرة إن إحنا نتكلم على إنه السياق هو العامل المحدد لتغيير أو التحولات اللي بتحصل في الجماعة أو في أي حركة اجتماعية، لأن باعتبار إن الحركة الاجتماعية مكونة من أشخاص، يعني بني آدمين، وبيتفاعلوا مع أي قرار أو أي قضية بتجي لهم من الخارج. وبالتالي لما نيجي نتكلم على إنه السياقات اللي هي سماها دكتور خليل بأنها قمعية وإقصائية وصراعية، إن هي المحدد في تغيير أو فيما اتخذته الحركات من تصرفات، أعتقد حيبقى في عندنا إشكالية. اللي هو في الحقيقة ذكرها إنه لما حصل نوع من أنواع الانفتاح، الحركة الإخوان المسلمين في الحقيقة في النهاية ما قدرتش إن هي توصل لي أو ما عملتش تغيرات زي ما حصلت في تونس أو في حركة النهضة. النقطة الثانية إن المجال، لأنه لما نيجي نركز بس على السياق ده معناه كأننا بنتكلم عن الحركات باعتبار أن هي passive actors، يعني مش حركات تقدر تتفاعل وأن هي تاخد القرار وتشوف السياقات وبناء عليه بتاخد موقف معين. النقطة الثانية إن أصلا المجال السياسي هو مجال صراعي بالامتياز، وبالتالي مثلا الحديث حوالين أن تونس كان المجال سلمي وكان المجال غير صراعي، أعتقد في ده غير دقيق. لأنه مثلا لو نيجي نتكلم على منذ مسكت أو منذ وصلت الحركة النهضة في الانتخابات وحصلت على نسبة عالية، في الحقيقة هي كانت في صراع مستمر، وده ممكن نحن نشوفه في كل الأزمات اللي هي تعرضت لها الحركة. وبالتالي فالمجال السياسي لم يكن سلميا. هو ممكن نحن نتكلم حوالين أنه هو لم يستخدم فيه العنف زي ما تم استخدام العنف بالنسبة للدولة.
وبالتالي أنا أعتقد أنه الحديث حوالين السياق الخارجي هو المحدد ده مفيد جدا للحركة أو الحركات اللي هي بتقول أنه أنا عملت اللي عليا والباقي كان مش والنظام هو السبب مش أنا، لكن هو في الحقيقة لا، التصنع القرار، اتخاذ القرار، التفاعلات الداخلية بين مكونات الحركة هو اللي في النهاية بيشوف إيه اللي جاي من البيئة وبناء عليه بيتخذ فيه قرارات. النقطة الأساسية والنقطة كمان نقطة اللي هي حول ثانية بس فكرة إنه الحرب الأهلية هو سياق سيء للحركات، أعتقد إنه هو لا، محتاجين إن إحنا نشوفه، لأنه زي ما كان بيتكلم سام إنه في النهاية عندي حركات زي الأحرار حركة أحرار الشام والهيئة اللي هي كانت النصرة، في النهاية إنه هي في سياق صراع أو في سياق حرب أهلية، لكن عملت تغيرات وده للأسف إن إحنا مش بنبص عليها باعتبار إن هي حملت السلاح. شكرا جزيلا. الأستاذ عبد الحميد دنيبات، بس أنا الوقت ضيق فأرجوك بس يكون التعليق أو السؤال قصير. طيب دقيقة صعب يعني دقيقة، لكن أو نص أقول خصوصية اللي تكلم عنها خصوصية النظام الأردني تكلم عنها الأستاذ أمجد. النظام الأردني ليس له خصوصية في التعامل مع الحركات الإسلامية، لا، هو له مصلحة في التعامل مع الحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية كانت بحاجة للنظام والنظام بحاجة للحركة الإسلامية، فحدث نوع من التعايش بينهما في يعني توافق في المصالح. الخلاف بدأ بالتحديد بعد توقيع اتفاقية وادي عربة، وصار هناك انفراج سياسي كبير ما بين النظام وبين الحركة الإسلامية، ولذلك جاءت يعني بدأ تحجيم الحركة الإسلامية بقانون الصوت الواحد اللي يسمى بالأردن، وتحديد يعني كل مرة كم النسبة التي يجب أن ينجح فيها من أعضاء الحركة الإسلامية إلى البرلمان الأردني، ولذلك قاطعت الحركة في 97 وبال 2004 و2000 كذا، 2006 أو 2007 شاركنا الذي قال أضعف وجود، أنا كنت أحد يعني أعضاء المجلس النواب في ذلك الوقت. أكبر تزوير حدث في تاريخ الأردن في تلك الانتخابات باعتراف لأجهزة الرسمية نفسها، حتى قال مدير المخابرات الأردن في ذلك اليوم أنا عينت 80 من أعضاء مجلس النواب. فهي ليست يعني أن الحركة الإسلامية يعني تراجعت، لا، هو تزوير فاضح يعني بكل المقاييس. الإخوان المسلمون في الأردن بالربيع العربي كان مطلبهم واضح يختلف نعم عن باقي المناطق، لم نطالب بإسقاط النظام، كنا نطالب بإصلاح النظام، وما نريده إصلاحات دستورية تعيد السلطة إلى الشعب وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات. ولذلك طلبنا بحكومة برلمانية، طلبنا أن مجلس الأعيان يكون بالتعيين، طلبنا أن الملك يكلف الائتلاف الفائز أو الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، وأعتقد هذه ليست مطالب تعجيزية، لا زالت هي مطالبنا حتى هذه اللحظة. في النهاية لأنه الدقيقة بأشر لي، لا أنا بطمن الأخ أمجد أن الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين في الأردن ليس مقبلة على التفكك وزيادة التفكك، لا، الحركة الإسلامية استقرت وانتهى الوضع. نقطة أخيرة، أن الحركة الإسلامية في الأردن كانت رائدة من عام 91 في تشكيل حزب سياسي وجماعة، وهذا الأمر ما كان موجود على الساحة الإسلامية، كانت الأردن سباقة في ذلك، ولذلك ممكن نعتبر هذه الجزئية من خصوصيات يعني الحركة الإسلامية في الأردن. وشكرا. شكرا يا أستاذ عبد الحميد. الأستاذة انتصار فقير. Thank you, Tamer. I have sort of a twofold question. My first one is regarding Ennahda and the differentiation or separation that you called. My question is really simple. If you are no longer a political party with an Islamist ideology, how do you distinguish yourself from the other political groups who are essentially secular conservative parties as well? How are you different from Nida Tunis, for instance, right? Number one. Number two, we saw a bit of a loss that can be explained in different ways on the local elections that happened in May. And I'm wondering, to what extent do you attribute that loss to this sort of distance that you've put between you and the kind of religious? And then the other question is, those who are no longer going to vote for you because you've given up on your religious
inclination or whatever mandate or whatever we want to call it, where are they going? Who are they going to vote for? This is a question that I grapple with as well when I think about the PJD in Morocco. But I'm curious to hear in the Tunisian case, what do you think is going to happen to those voters? Are they simply not going to show up? Where do you think they're going to go? تمام شكرا يا استاذ انتصار الاستاذ طاهر there was some discussion about opposition coalitions in the first session and there was a mention about working with others in the session as well as an adaptation strategy I want to remind something that yes opposition coalitions or working with others is important but at the same time we should understand that concept much better If you ask Islamists or other movements in the Middle East, if they work with others, they all say yes, because it's correct in different levels. We have seen opposition coalitions all over the Middle East in the last 15, 20 years. But we didn't necessarily see fruitful results from those opposition coalitions. So then the answer is probably in the context and the content of those opposition coalitions. So what kind of an opposition coalition we are talking about here? You can work with others in electoral alliances, or you can just go out and protest together, or you can have a joint statement or something. But at the same time, these are short-term strategic operations, activities. On the other hand, you can actually come together and try to create an ideational coalition based on discussions and debates, which can produce some long-term results as well, but we haven't seen this that often in the Arab world. Maybe one example, one exception is Tunisian case. Ustad Ali was one of the key actors in late 2000s in that coalition. He can attest how different it was than the others. Maybe Syrian example in early 2000s was another one, but they didn't have too much opportunity to realize those things. The difference is, when you do these things, it is not just oh, we are working together, we are releasing these statements. Actually, you come together and discuss issues. That can turn into internal debates as well, which can produce certain common points among different actors. شكرا جزيلا. أنا بس بعتذر للأستاذ عمر مشوح والأستاذ علي العرايت. ما فيش للأسف وقت أن أنا أخذ الأسئلة بتاعتكم. في وقت ضيق فقط للمتحدثين أن هم يردوا على الأسئلة اللي طرحت عليهم. الوقت فعلا صراحة وصلت لي أوراق بس للأسف الوقت هيبقى ضيق صعب أنا آسف طيب صحيح بس انا عندي وقت ضيق للاسف انا فاهم بس فاهم نوع خاص بس انا فعلا عندي وقت ولازم مفهوم بس في الوقت للاسف ضيق انا اسف المتحدثين معاهم دقيقتين ثلاثه ممكن يجاوبوا هيبقى صعب يعني انا اعتذر عنه سحب البساط من تحت النهضه طيب شكرا جزيلا على جميع الملاحظات انا فقط يعني نقطه تنظيميه نحن اعطينا 10 دقائق فقط انا جهزت يعني مداخله تاخد على الاقل نص ساعه واعتقد كمان دكتور عمر على كده وبالتالي قد يكون بعض النقاط التي لم تذكر سؤلنا فيها يعني ابدا بالدكتور الاستاذ ياسر مساله عدم قدره الاخوان على تقديم اطروحات رغم وجود الفتاح انا يعني عندما كنت اسال الاخوان المسلمين قبل الثوره المصريه يا جماعه محتاجين اعاده نظر في كثير من الافكار والاطروحات كانوا يقولوا لنا دايما دكتور خليل انت يعني بتطالبنا بالمستحيل احنا عايشين حاله قمع مستمر
حالة استئصال، حالة إقصاء، وجاي تقول لنا اعمل اطروحات فكرية عن المرأة وعن الأقباط، ما عندناش وقت للكلام ده. This is luxury talk يعني. طيب يا جماعة، الثورة قامت، يعني كنا متوقعين نرى خطوات للأمام فيما يتعلق بهذه الاطروحات. وأنا أتصور جزء رئيسي من أزمة الإخوان المسلمين أنهم يدفعون الآن ثمن الفواتير المؤجلة في مسألة التجديد الفقهي والفكري صراحة. يعني جزء منها أزمة طبعا سياسية، جزء منها متعلق بالأفكار. وأنا كتبت في كتابي في 2007 الإخوان المسلمون شيخوخة تسارع الزمن، قلت على الأزمة الفكرية عند الإخوان المسلمين، وده ما ينفصلش عن الأزمة التنظيمية. نحن إزاء محاولة للهيمنة على التنظيم، وعلى الأقل هذا ما أعتقده، منذ منتصف التسعينات حتى يومنا هذا، ما يطلق عليه التيار المحافظ أو التيار القطبي أو التيار يعني الانغلاقي شوية، مهيمن على التنظيم بشكل كامل. من هم يسمون بالإصلاحيون أو بالإصلاحيين يكاد يكون أعداد قليلة، وتركوا الجماعة في مساحات أخرى يعني، والجميع يعرف ذلك جيدا. وبالتالي كانت هناك فرصة تاريخية لجماعة الإخوان المسلمين أن تنتقل بفكرها وبتنظيمها نحو الأمام، ولكنه لم تستغل هذه المسألة، ونحن الآن نعاني من أثار هذا الجمود. الأمر الثاني، تصور الأستاذ عبد المجيد بنصرة يعني لم يفهم جيدا ما قلته. بالعكس، أنا قلت ما قلته يا أستاذ عبد المجيد في تعليقك. أنا قلت أن السياق الجزائري سياق إصلاحي إدماجي، وذلك ساعد الحركة على الاندماج. لم أقل أنهم تطوروا تحت الضغط على الإطلاق، أنا قلت بالعكس، وقلت حتى الجزائر حالة لعب فيها الدور الإدماجي للدولة دورا مهما في تطوير أطروحات الحركة الإسلامية في الجزائر. وبالتالي يبدو يعني قد أكون أنا أسأت التعبير، أو قد أكون حضرتك فهمت خطأ ما قلته. يعني النقطة الثالثة، الأستاذ علي عبد الفتاح يعني صديق عزيز، أنا ما قصدته أنه مسألة الحزب عند الإخوان المسلمين لم يكن مفكر فيها بشكل عميق، وأنا لدي شهادات موثقة أنه تم نقل شعب كاملة من الجماعة للحزب. طبعا قد يكون هذا مش مشكلة، لكنه في بعض الناس عندهم مشكلة حقيقية عندما يكون مع احترامي للأشخاص رئيس شعبة يرشح عن الحزب ويكسب في الانتخابات البرلمانية يكون عضو حزب ليس لديه أي خبرة سياسية على الإطلاق. قابلت أحد الأشخاص المحترمين الأعزاء إن لم يكن لديه أي خبرة سياسية، فاز فقط في الانتخابات لأنه كان أهل الثقة داخل الجماعة. وبالتالي كان هناك مشكلية في الانتقال من الجماعة للحزب. قد يكون الوقت لم يسعف الإخوان، وارد، لكنه هذا لا ينفي أن هناك واقع موجود. الدكتورة نجوان، أنا آخر ملاحظة مهمة جدا، أنا لم أقل على الإطلاق أن السياق الخارجي هو المحدد الرئيسي أو المحدد أصلا. أنا كنت بتحدث على توصيف السياقات التي تعمل في الحركات الإسلامية. يعني طالب سنة أولى علوم سياسية يعرف العلاقة ما بين الإيجنسي بين الاستراكتشر أو ما بين الفاعل والسياق، لكنه ليس لدي وقت. يعني أنا مجهز أخذ ساعة كاملة فيها يعني. شكرا. دكتور عمر عاشور. شكرا جزيلا. أنا برضو بعتذر أن ربما كانت مداخلتي مختصرة جدا. نبدأ من اليمن. أنا لم أقل التجمع كان له جيش خاص، يعني لا أدري إن كنت ذكرت شيء مثل هذا، فلا أظن أني فعلت ذلك. نعم، كانت حرب داخلية وحدث ما حدث يعني. وأظن أنا contribution أو المساهمة التجمع اليمني كانت متعلقة في مسألة التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج التي حدثت بعد ذلك، وكانت هناك مساهمة إيجابية فهذا من ناحية. لكن أظن أن عدم المساهمة أو التحدي الحقيقي فيما بعد كان فيما يخص ضبط العلاقات المدنية العسكرية ونزع الصفة القبلية العشائرية عن بعض قيادة الجيش يعني، وهذا تحدي في العالم العربي بشكل عام في بلاد أخرى، ولا زال تحدي ضبط العلاقات، بمعنى يعني أن الجيش قيادة الجيش تكون خاضعة لمؤسسة منتخبة تحاسب وتراقب، وكيفية صياغة السياسات المتعلقة بالأمن القومي وغير ذلك. كل هذا لم يحدث يعني، لكن هذا موضوع آخر ممكن أتكلم عنه بعدين. فيما يخص الموضوع المصري على يعني موضوع التحولات التي حدثت، طبعا التحول نحو وضع السلاح يمكن أن يحدث يعني ليس له مسار واحد، يعني يمكن أن يحدث بعد هزيمة وممكن أن يحدث بعد انتصار. لدينا حالات حدثت، هناك من سلم السلطة بالقوة ثم تخلى بالانتخابات بعد ذلك، أشهرهم الساندينيستاس في نيكاراغوا، أو حالات يعني يحدث تعادل، يعني لا يوجد انتصار عسكري ولا هزيمة عسكرية، ولكن القرار يكون بتسوية سياسية ويضمن بعد ذلك الابتعاد عن السلاح.
حالة الإخوان في هي حالة هزيمة، لكن حالة هزيمة وتم اختيار يعني، وهنا القيادة بالأساس اختارت التوجه نحو اللاعنف، لكن رغم ذلك كانت هناك أثار لذلك. فالطيار التكفيري مثلا نشأ بسبب أن القيادة رأى أنه يجب أن تكون هناك عقوبة لمن قمعني، وبالتالي العقوبة هي أن أخرجه من الإسلام يعني. هذا من ناحية. توجد جماعات أخرى وطائرات أخرى، طائر التنظيم الجهاد يعني، أنا ولادته كانت بسبب إعدام سيد قطب يعني، في بعض المؤسسين الأوائل كانوا صغار في السن، فكان هناك رد فعل، بمعنى أن صحيح التنظيم الإخوان المركزي الأساسي تبنى هذا بضغط القيادات على الأفراد، لكن كانت هناك إفرازات أخرى يعني، فالقامع له إفرازات أخرى يعني خارج التنظيم، لأن يعني البيئة أكبر من التنظيم يعني. الجزائر أولا هو لفظ انقلاب، هو ليس سبة يعني، هو توصيف ومصطلح علمي يوصف حالة يعني. طيب أنا سأشرح يعني، يمكن أن يكون هناك انقلاب يؤدي لعملية يعني ما نسميه نحن الموجة الثالثة للديمقراطية، بدأت بانقلاب عسكري في البرتغال في 74، وهم يسمونه ثورة لكن هو كان انقلاب، كان جوني رافسر كو زي كما انقلاب من الضباط صغار، انقلاب صور الذهب في السودان، بدأ عملية ديمقراطية انهارت بعد ذلك بانقلاب آخر، لكن بدأت بانقلاب. يعني انقلاب ليست سبة من ناحية، لكن في حالة الجزائر أنا في رأيي كان انقلاب سيء يعني، وما حدث في يناير 92 كان يعني، أنا لا أعلم جهة أكاديمية علمية أو جهة دبلوماسية مرموقة لا تسميه بغير ذلك يعني. حين يخرج عليك وزير الدفاع بالزير العسكري يؤسس كيان غير دستوري يسميه المجلس الأعلى للدولة، يضع فيه بعض الأفراد، يقال أو يستقيل الرئيس، تنزل دبابات في الشوارع، من يعترض على هذه الإجراءات يذهب للمحتشدات، إذا كان لديك هذه الصورة هذه صورة انقلاب، لا يمكن تسميها شيء آخر. شكرا دكتور عمر. شكرا جزيلا. الأستاذ سام هلر. هلا. فدني بمسألة الاستهداف. شو أنا طبعاً أنا لا أنكر يعني عمل الجماعة الإخوان المسلمين السوريين ولا مساهمتها يعني بمجالات مختلفة. كنت أقصد أن يعني أصف يعني التحديات يعني التي كانت تواجهها يعني مع التوجه عموماً من الخارج للداخل، يعني الاهتمام العام والسياسي يعني، وهذا من وراء يعني وراثة القمع والإقصاء لجماعة الإخوان اللي يعني أثر عليها طبعا. وكذلك يعني لا يمكن الإنكار عن الإخوان موضع خلاف حتى بين يعني صفوف المعارضة السورية، وهذا يعني فضلا عن الموالاة. فأنا إن شاء الله يعني ما تلمتكم. كذلك يعني كنت أريد أن أضيف أنه يعني ما تطور هذه التنظيمات اللي مكنها من هذا التطور هو ظروف بيئة استثنائية يعني، وخصوصا يعني من موقف الدول الغربية التي كانت قابلية للتعامل مع الإسلاميين ومع حتى الإسلاميين المسلحين يعني لحد غير مسبوق أظن. يعني ولا يمكن التخيل يعني بحالات غير أنه حركة مثل حركة أحرار الشام يعني تتحول بين يعني من خلال سنتين يمكن من تنظيم شبه محظور مصنف لطرف من يعني أكثر اللاعبين الفاعلين في الشأن السوري، وأنه يصير شخص مثل لبيب النحاس من أكثر الأشخاص اللي يعتمد عليه الدبلوماسيين الغربيين. فالسؤال عندي واللي يعني تطرح نفسه هو إذا هذه الظروف هي استثنائية
ولا راح تدوم او اذا هذا المجال يستمر ولا يتم اغلاقه مع يعني نهايه الحرب. شكرا جزيلا سام. بس سريعا الاستاذ امجد لو عندك تعليقات. انا اولا ساشكر الاستاذ عبد الحميد بن ايبات على تعليقه باعتباره الاردني الوحيد الموجود هنا يعني, وطبعا هناك متعاطفون اخرون مع الاردن, لكن ما اريد ان اقوله بشكل واضح جدا, الاردن حاله خاصه ربما لكنها ضمن سياق عربي اكبر. حدود الحاله الاردنيه هي التي انا اتحدث فيها. ايضا مساله يعني التركيز على فكره, ولدينا هنا اساتذه متخصصون الدكتور عبد الوهاب الافندي, الدكتور خليل, غيرهم, هل هناك اصلا رغبه دوليه في ان يحدث تحول ديمقراطي في هذه المنطقه؟ الاغلب ان الجواب هو لا, لكن على كل حال دعنا نرى, يعني الجلسه الاخيره ستقول هذا. من مقولاتي ايضا ان الحركات الاسلاميه ضعفت بعد الربيع العربي, هنا قدمت انه ليس لديها استراتيجيه, كلام من هذا النوع. اتحدث عن نظام اقليمي جديد معناه اعاده ترتيب الاوزان, وبالمناسبه وزن الاردن في النظام الاقليمي الجديد لا يبدو انه كبير كما كان سابقا, لانه صفقه القرن ستهمش الاردن, هو مصب لكل الازمات الاقليميه في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي اي مكان اخر ستنشأ ازمه, ستكون الاردن يعني احدى المصبات. يعني سياق تعيين حكومه السيد عمر الرزاز هو نفس السياق الذي اتحدث فيه. يعني اعتقد اذا سيحدث تغير في الاردن هو موكول بجيل الشباب, والله اعلم. اريد ان اقرا ربع يعني ثلاثه اسطر من كتاب الدكتور عدين هلال ونبيل مسعد عن استمراريه النظم العربيه. النظم العربيه ليست متغيره, يعني اتجاهات الاستمرار فيها اكثر بكثير من اتجاهات القطيعه, واتصور انه الربيع العربي يثبت هذه الفرضيه, رغم انه الملك او الجهاز المخابرات العامه يمكن ان يتراجع قليلا الى الخلف, لكن في التحليل الاخير هو يعرف كيف يستدير بشكل معين ويحتوي هذا الحراك. يعني هو الدكتور علي تكلم عن اربع استراتيجيات للتعاون مع الحركات الاسلاميه في كل العالم العربي, ها مش في الاردن بس. واحد انه يسمح لتلك الحركات بنشاط دعوي مع حظر اشتغالها بالعمل السياسي. شكرا جزيلا يا استاذ امجد. طيب خلاص يعني موجود هذا الموضوع في البحث. سريعا دكتور عز. سريعا جدا. سريعا جدا. انا في عندي سؤال هنا وسؤال بثلاث اجزاء هناك, فخليني ابدا من السؤال الاول. هذه التطورات داخل حركة النهضة هي ليست خاصة بحركة النهضة, صحيح هي تحدث داخل حركة النهضة ولكن انعكاسها على الوضع السياسي وعلى مسار الانتقال الديمقراطي في تونس هو انعكاس وثيق جدا, بل هو لصيق به ولا يمكن أن تفصله عنه. فمثلا لو تأخذ الدستور, الدستور الذي أنجز تحت إشراف حركة النهضة كانت في الحكم, والأستاذ علي العريض كان هو من وقع الدستور يعني وأهداه للشعب التونسي إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. الدستور هو في حد كبير منه هو انعكاس لرؤية النهضة السياسية والاستراتيجية والفكرية إلى حد بعيد, فهذا هو إسهام من النهضة في التطور الديمقراطي داخل تونس. لو تأخذ الحوار الوطني أيضا الذي كان على إثر انسحاب النهضة من الحكم أيضا أسهم إلى حد كبير في استمرار الانتقال الديمقراطي, وكان يمكن للأزمة التي سبقت ذلك الانسحاب أن تفجر الوضع في تونس وتذهب بها إلى 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 حالات أخرى. لو تأخذ الاستراتيجيات النهضة المختلفة وهي في الحكم أولا من خلال الائتلاف مع أحزاب غير علمانية, ثم بعد ذلك استراتيجية ثانية هي استراتيجية الانسحاب والبقاء في الحكم مع الخروج من الحكومة, هذه استراتيجية ثانية أيضا كانت مراعاة للوضع ومحاولة للدفع به إلى الأمام حتى على حساب وضعها في الحكم. استراتيجية ثالثة بعد ذلك هي بعد الانتخابات 2014 هي التوافق مع الخصم التاريخي للنهضة اللي هو حزب نهضة تونس, ومع ذلك توافقت معه وظلت تونس تحكم في الإطار المدني السياسي. كان يمكن لو النهضة اختارت خيار آخر ربما البلد يدخل في مسارات أخرى لا نرجوها لها ولا نرجوها لتونس. أسئلة الانتصار من هناك أسئلة كثيرة, لا أظن أن الوقت ما زال يسمح, لكن باختصار وبإيجاز, كيف تميز نفسك كحزب إذا انفصلت عن الحركة أو إذا ميزت بينهما؟ لا, هو النهضة ما زالت تقول أن هي حزب
سياسي مدني ديمقراطي ذو مرجعية إسلامية. الأحزاب الأخرى في تونس لا تقول أنها ذات مرجعية إسلامية باستثناء ربما حزب التحرير. حزب التحرير لا يعترف بالديمقراطية ولا بالانتخابات ولا بكل هذا المسار، فتبقى يبقى التمييز واضح أن النهضة هي الحزب المدني ذو المرجعية الإسلامية، ربما شبيهة بحزب العدالة والتنمية هنا في تركيا. معناها هو معروف أنه حزب ذو مرجعية إسلامية، ولو أنه يقوله حزب علماني أظن أن الأمور تتجه للاقتراب بين هذين النموذجين. تمام، شكرا جزيلا دكتور عز. نواصل الإجابة. شكرا جزيلا على حضوركم الجلسة دي، وبعتذر على للناس اللي ما قدرش أخذ أسئلتهم وتعليقاتهم. الآن وجبة الغداء. الجلسة القادمة الجلسة الرابعة هتكون في الساعة 4:30، فلو سمحتوا كونوا هنا الساعة 4:30. شكرا جزيلا.